يعطيكم العافية، معكم يزن البشير من فريق سمارت. محاضرة اليوم حنحكي عن DFS algorithm. المحاضرة الماضية حكينا عن BFS وشرحنا عن الميكانيزم تبعه، مثال كامل حكينا عن كيف استخدم انا BFS علشان اتأكد من المشكلة اللي بتكون متواجهني في الجراف، الا وهي انه تكون الجراف مش كونكت وانه ما اعرف الباث ما بين تو فيرتيسيز داخل الجراف. وبالتالي انا هستخدم، حكينا انه الحل هاي سولف ذس بروبلم وي يوز تو الجوريثم او تو ميثود بي اف اس اند بي اف اس بريث فيرست سيرش اور ديف فيرست سيرش. هنستخدم احنا اليوم الدي اف اس. الدي اف اس هو عباره عن الجوريثم مشابه للبي اف اس، ولكن الفرق ما بيناتهم انه بالبي اف اس انا شو كنت اسوي؟ بالبي اف اس كنت انتقل من فيرتيسيز لفيرتيسيز ومن فيرتكس لفيرتكس دون الحاجه انه ايش؟ دون الحاجه اني ارجع للفيرتيسيز الاب. يعني انتقل مثلا البيرنت عنده تو تشايلد، خلص التشايلد بتفرع على التشايلد تبعه وهكذا. اما بالبي اف بالدي اف اس لا، بدي اضطر ارجع للاب ومن الاب انتقل للنوع الثاني. يعني الدي اف اس طبعا ما راح نفهمه الا من خلال المثال في الفيديو القادم ان شاء الله. الفيديو هذا حنشرح احنا الميكانيزم تبعه. بالبي اف الدي اف اس اول شيء لازم اعمل انشلايز ولازم احدد الكالرز. طبعا الكالر لاول فيرتيسز في البدايه ايش راح يكون؟ راح يكون عباره عن وايت، نفس مبدا البي اف اس، وايت وجراي وبلاك. ولكن زي البي اف اس انه قبل ما بلش بيكونوا كل الفيرتيسز لونهم ايش؟ وايت. اول ما بلش اول واحد حيكون لون جراي، يعني ديسكفر، ولكن مش كل، يعني هو عباره عن ديسكفر ولكن نوت اكسبلور، يعني انا شملته ولكن ما حددت كل الفيرتيسز تبعونه، بيكون لونه جراي. اما البلاك after the all adjacent vertices have been ايش discovered، يعني كل الفيرتيسز المجاوره لهاي عباره عن ايش؟ وصلتهم انا، وبالتالي بيكون لونه عباره عن ايش؟ عن بلانك. اذا نفس مبدا ايش الدي اف اس، نفس مبدا البي اف اس، ولكن الفرق زي ما حكيت انه بالدي اف اس لازم اتاكد انه امر على كل تشايلد تبعون البيرنت، بعدين ارجع للبيرنت عشان انتقل للفيرتيسز الثاني. تمام. طبعا كود البي اف اس، عفوا الدي اف اس، التايم رانينج او التايم كومبلكس تبعه مش نفس البي اف اس بيج او للاي بلس في، هو عبارة عن ثيتا للـ E بلس V. ليش ثيتا مش أوميجا؟ ثيتا لأنه أنا هنا الوقت اللي أنا حمر فيه، طبعا الـ V عبارة عن إيش؟ اللي هي حمر على all vertices. أما الـ E اللي هي عبارة عن ضفتهم على Q. نفس مبدأ الـ BFS ولكن كانت أوميجا وليس كانت ثيتا وليس أوميجا، لأنه أنا الوقت المستغرق أقل من الوقت اللي أنا بستغرقه في الـ BFS، وبالتالي تعتبر الـ DFS more efficiency than BFS، يعني هي أفضل من الـ BFS. طبعا هاي للإيش؟ للدايركت، يعني للدايركت بشكل أسرع. أما إذا كانت indirect بستخدم أي نوع عادي ما بتفرق معي، لأنه أنا الـ BFS استخدمتها للدايركت والindirect. ولكن الدي اف اس اذا بدي استخدمها للاندايركت لازم يكون في عندي شروط، الا وهي انه بالاندايركت لازم بتكون عندي only tree and black edges. يعني الدي اف اس بقدم لي التري والبلاك edges تبعونهم، يعني انه الجزء المعين انه بما انه هي اندايركت. وايش كمان عندي الـ DFS إذا بدي أستخدمه لا الـ Indirect لازم أركز على إيش؟ لازم إنه إذا كان Indirect وكانت منفصلة، يعني إنه مش connected مع بعضها البعض، حركز على 3-3. تمام؟ وبالتالي هون ما في عندي أنا، طب إذا كانت عبارة عن Cycle، يعني Graph Cycle، إيش هستخدم؟ الـ Indirect is إيش؟ الـ Indirect Graph is بالعادة بتكون إيش؟ No Cycle. If a DFS no back edges، يعني إذا ما كان في عندي back edges بالدي اف اس عبارة بتكون عن إيش؟ عن no cycle. تمام؟ طبعاً ال no cycle اللي هي any cycle أو a cycle
باك ايدجز بيكوز ليش؟ لانه عندنا الباك ايدجز امبلمنت سايكل، لانه الباك ايدجز بتخليها سايكل، يعني بدي اروح انا من A ل B ومن B ل C. وافرض ما كانت عندي طريق بين C ل A او من A ل C، وبالتالي هي عبارة عن نو سايكل. اما اذا كان في عندي طريق من C ل A، وبالتالي صارت عبارة عن سايكل جراف. تمام؟ طبعا نو باك ايدجز هي عبارة عن ايش؟ عن اني سايكل. والنو باك ايدجز نو باك ايدجز امبلمنت اونلي 3 ايدجز. ليش؟ لانه انا بتعامل معها لانه هي عبارة عن اني سايكل، يعني ما برجع، يعني بتعامل مع هاي عبارة عن ايش؟ عبارة مش عن كونكتد جراف، او اللي بتعامل معها 3 باي 3، لانه ما في عندي عبارة عن سايكل، يعني شيء مرتبط مع بعض عن بعض. يعني مثلا اي بي سي خلص هاي عبارة عن 3 لحالها. تمام؟ طبعا only 3 edges implement we have a tree or a forest، يعني ال 3 edges هي اللي بتحدد اذا احنا في عندنا tree or forest. تمام؟ طبعا انا ما يعني ما راح نقدر نفهمها للمبدا الدي اف اس الا اذا مرقنا بمثال. طبعا ان شاء الله بالفيديو الجاي حنمر بمثال بالتفصيل يحدد شو يعني دي اف اس بالدايركت والاندايركت جراف. تمام؟ يعطيكم الف عافيه.